تجارب أكثر من 60 سنة، وعقلية لها أثرها في توقيت سياسة وحياة بلد بحاله، مش عقلية عكس. على فين كده؟ أروح الشغل بقى. مش لما تخف الأول؟ غصب عني والله، الأجازة خلاص خلصت. أنا لو عليا هفضل قاعد جنبك. أنا بتكلم جد، ما ينفعش تنزل لوحدك وأنت كده. خليها على الله، إحنا كنا فين وبقينا فين؟ طب خد الواد طارق معاك، أقله تتسند عليه بدل البتاع ده. يا شيخة حرام عليك، لما صدقنا سمع كلام سيد وقعد يذاكر. أجيب لك حاجة وأنا جاي. خد بالك على نفسك، وخصوصاً وأنت بتعدي المفارق. حاضر، أبقى أبص كده وكده. وماله، بس برضك أوعى تبص كده ولا كده. لا ما تقلقيش، حتى لو بصيت مش هلاقي أجمل من كده. رجعنا نتمايز تاني. روح يلا توكل على الله وشوف أكل عيشك. بقولك يا وردة، ما تدعي لي دعوة كده من قلبك. روح، إلهي يسلم طريقك ويبعد عنك ولاد الحرام، وترجع لي سلم غانم يا أسامة يا ابني. هي أمك اسمها إيه؟ روح. يا أسامة يا ابني روح. روح بقى. ماشي. يا سمعة! ايه تعالى! ايه هتعرف تركب ولا انزل اشيلك بعصاية الهوكي دي؟ ليه يا عم، وانا اتشليت ولا ايه؟ ما قدش شبع عليك يا عم، على فين العزم؟ وسط البلد بقى اروح الشغل. زحمة موت! بس انا هوصلك عشان انت حبيبي. بس انا واخد على خاطر. ليه بس كده؟ سيد اسمع ان هو هنا ولا يتصل بيا ولا حتى يفوت عليا، وبيزعل مني لما اقول له الغردقة غيرتها. يا عم يعني انت تعرف عن سيد كده برضو؟ سيد مين؟ سيد اخويا عم سمعة، ركز بقى. لا بصراحة ما اعرفش عنه كده، بس انت شفت اللي حصل. ربك كبير ما بيفوتش. فاكر زنات العفش اللي اذاك ده اتقتل؟ خالد العر قتله بسبب الامار، قتلوا بعض. اللهم لا شماتة يا عم. بس تصدق الحمد لله الحرارة طاحت منه ومن بلاويه، بس الخوف بقى يطلع عفريت ويثبتنا هنا واخد مننا اتوات. يا عم ولا اي عفريت. ما تخلص يا عم، اللي قاعد جنب الحمار انت. مش انت الراجل بتاع الكارو ده؟ يا استاذ منير، ما قلت لحضرتك اني محتاج سلفه عشان قريت فتحه وعايز اجيب شبكه. وماله؟ تخرج من هنا شمال في يمين هيقابلك سلم، اطلعوا تاني مكتب على طول، مكتب الاستاذ حسن صاحب السينما. قول له ان انت لسه راجع من اجازه قد كده، وانك محتاج اجازه تاني كده في حدود اسبوع بظروفك دي. ها؟ وبالمره قول له ان انت عايز سلفه 5000 جنيه عشان تجيب شبكه. طب ولزمه ايه بقى كل الكلام ده؟ ما تقول لي روح مكتب استاذ حسن، ما انا عارفه يعني. بعدين هروح له وهياكلني. ياكلك ليه يا ابني؟ ياكلك ليه ما دام يقدر يرفدك؟ بص يا اسامه، انت زي اخويا الصغير. عايز نصيحتي؟ ارجع شغلك وانسى موضوع السلفه دي خالص، لانها ما حصلتش مع حد قبلك ولا هتحصل مع حد تاني. معذورين، واديك شايف حاله البلد عامله ايه؟ بيني وبينك الايام دي الرزق عزيز فيها قوي. ده انا بخرج بالعربيه ما ببقاش عارف اذا كنت هرجع بيها ولا هتثبت وتتاخد مني. يا عم انا في هموم الدنيا دلوقتي ولا في هم انا يا سمعة؟ يا عمي ما هو كله منفذ على بعضه زي مقاصير الميه. والله على رايك يا عم، يا فرحتي بالاجازه الاسبوع اللي ادوها لي دي، ولا هتحل ولا هتربط. الزبيده دي مش تعتقن الا لما اجيب شبكه الورد. طب ما اتكلم سعيد. يا راجل يعني هو سيد اللي بيغرف المغارة علي بابا؟ ما انا عارف ظروفه يا عم ملوش. استغفر الله العظيم يا ابني، ده ربنا بيحلها من يوم وليله. كلمه انت بس، ولا انت معكش رصيد ولا ايه؟ معايا يا عم. طب كلمه. يا اسامه عامل ايه؟ طمني، ايه الاخبار؟ تمام يا حبيبي، كله تمام. انت عامل ايه؟ ورده تمام؟ ورده وطارق وكله تمام يا حبيبي، ما تقلقش. انت كويس؟ سلم لي عليه. سمعه جنبي اهو بيسلم عليه. الله الله الله، ايه اللي لم الشمع على المغرب؟ كتر خيره يا عم، جاي وصلني الشغل. لا انا اجازتي خلصت خلاص، والدنيا اسبوع كمان اجازه. انت عامل ايه بس؟ طمني والنبي. انا تمام زي الفل. بقول لك ايه، في حاجه في صوتك مش عجباني، مالك؟ ما تقول له ياض في ايه. يا ايه اللي تعبك بدل ما لوك لوك تدعي المكالمه؟ لا مفيش يا سيد، الزبيده عايزاني اجيب شبكه والمدير رفض يديني سلطة عشان ظروف البلد. هو ده بقى اللي معاك ان عليكم معكر مزاجك؟ محلوله ان شاء الله، ربك هيفرجها. محلوله ازاي بس يا سيد؟ ما انا عارف الظروف. لا الظروف بقت احسن كتير، وكلها يومين ثلاثه كده، وهسمعك اخبار حلوه بجد والله. ايه اتحلت ولا انا عمري قلت لك على حاجه وما عملتهاش؟ افرد وشك بقى وانت داخل عليهم في البيت كده. ده انا سايبك بدال. بص الواد طارق، وحسك عينك تسلم لي على سمعه. حاضر هبصهولك. حاضر ماشي. سلام يا سيد. يعني انا ابوس ده يعني المفروض؟ يعني مش قال لك بصهولي؟
طارق يا عم اخونا يا عم. طارق ماشي يا سيد، عشان تصدقني اما اقول لك ان سيد الغردقه غيرته. لا مؤاخذه يا هانم، حضرتك هتخرجي تاني النهارده؟ لا. طب هستأذن سعادتك بس اروح اتغدى وارجع على طول. طب ما تتغدى هنا. هنا فين؟ في المطبخ، اكيد في اكل احلى وانضف من اكل السوق اللي هتاكله بره. والله فكره ما جاتش على بالي. طب هتغدى هنا واروح برضو مشوار ساعه سيادتك وارجع على طول اذا ما كنتيش خارجه تاني. باذنك يا فندم. والله يا ابو السيد هي شكلها اصلي، لكن بعد ما رحت الصين السنه اللي فاتت وشفت شطارتهم في تقليد كل حاجه بقيت شاكك ان انا نفس صيني. طب ودي نحسمها ازاي يا حاج؟ ناخدها ونروح لواحد جواهرجي يشوفها ويقول لنا اذا كانت اصليه ولا مش اصليه. يبقى كتر الف خيرك. والساعه دي بتاعت مين يا سيد؟ بتاعت واحد مزنوق، ربنا يكفيك شر زنقته. معاه ساعه زي دي ومزنوق؟ ما انت عارف الايام يا حاج لما بتدي ظهرها لحد بتبقى اسود من قرن الخروب زي ما بيقولوا. عندك حق يا ابني. يا علا انا رايح مشوار صغير مع سيد وراجع على طول. ربنا يخليك لينا يا احلى حاج سيد في الدنيا. انما ايه المشيه الصين الحلوه دي؟ لا سليمه يا حاج سيد. طب الحمد لله كده بقى اطمنا على اول حاجه. معلش بقى لينا طلب تاني عندك. عايز تطمنها؟ لا عايزين نبيعها بعد ما نطمنها طبعا. هي لو العلبه الاصليه والضمان بتاعها موجودين تعمل لها من 45 ل 47000 جنيه. ولو مش موجودين تعمل كام؟ ولا مليم، لانها كده تبقى مسروقه وانا ما بشتغلش في المسروق، والحاج سيد يعرف كده كويس. اه امال انا جبته وجيت على هنا ليه؟ طبعا. هتعمل ايه؟ والله حكايه العلبه والضمان دي يا حاج لازم اسال فيها. ما انت عارف الساعه مش ملكي، انا مجرد فعل خير. ربنا يعينك يا ابني على فعل الخير. اهلا اهلا اهلا، الحمد لله على السلامه. الغردقه نورت. ربنا يخليك يا حاج. اهلا بيكي. ازيك يا سيد؟ اهلا وسهلا. ايه مش تقول لها الحمد لله على السلامه؟ دي بقى لها مده غايبه. الحمد لله على السلامه. تؤمرني بحاجه يا حاج؟ اه شوف صاحبك لو حاجته جاهزه هتهالي هنا ونروح تاني للحاج مدكور. ما نتحرمش منك ابدا يا حاج سيد. يلا ربنا يخليك لينا. سلام عليكم. ماشي يا حبيبي، ربنا يوفقك. ها يا عروستنا، يا رب تكوني توفقتي في المشوار اللي رحتيه. اه الحمد لله يا حاج. ومالك كده بتقوليها من غير روح؟ لا ابدا، يمكن بس من تعب السفر. عن اذنكم هروح انا عشان ارتاح. طيب يا بنتي اتفضلي. فين الضحكه الحلوه؟ بس كده زي الفل. نفسي افهم انت بتعمل ايه؟ وانا مالي؟ الراجل اللي هضرب لنا الجواز طلب صور، سالتك قلت لي ما عندكش، جبت كاميرا وصورتك. بس تصدق لايق عليك؟ انا لو منك اثبتها. ماشي. بقول لك ايه؟ حضرت لي علبه والضمان بتوع الساعه؟ قلبت عليهم الدنيا.